الفنانة كارين رزق الله على نفسها بمسلسلة انت مين، يلي يعتبر من أهم المحطات بمشوارها الفني. مبسوطة كتير، مبسوطة إنه الناس عم تسمع كل كلمة وكل حرف وكل جملة عم تنقال بالمسلسل وعم تعلق عليها. مبسوطة إنه الناس حاسة إنه هيدا المسلسل بيعنيها وهيدي الأشياء بتعنيها. مبسوطة إنه عم بيتسلوا هن وعم بيحضروا وعم بيبكوا وعم بيضحكوا وعم بيكون عندهم مشاعرهم عم تتحرك. مبسوطة قسما عظما إذا ما رح تعطيني علبة الدواء ما رح تكون مني نهائيا. احكي معك، رد علي أنا. وكمان سألناها عن سر اختيارها للأعمال يلي بتناقش قضايا اجتماعية. أنا بنت هيدا الشعب وبنت هيدا البلد وبنت هيدا المجتمع، واللي عم بدور براسي عم بدور براسنا كلنا. فلهيك لما أنا بحكي على صوت عالي في كتار بيقولوا ما أنا بفكر هيك، عم باخد عن إشياء بتهمني وعبالي أولى. حتى الموت ما عم بتوفق فيه، شفت أني منحوسة بيي. وخلال اللقاء عبرت لنا عن سعادتها لمساندة بعض الفنانين. إلا بدي أشكرهم من قلبي. بتعرف لما فنان بيقول عن شغلك حلو، هيدا فنان، هيدا مش حيلا إنسان. يعني إحساسك وصل له، هو الفن إحساس، ولما الفنانين بحسوا ببعضهم يعني الإحساس وصل، وهيدا شي بيسعدك وأنا بدي أشكرهم. وحكتنا عن بعض الأعمال بشهر رمضان المبارك. حضرت أسود وحضرت خمسة ونص، دهشني مسلسل أسود هيك فقعني كف إذا بدك، حسيته متوحشك، بفوت عليك بدون استئذان وبيفرض عليك إنك تشوفه. مش أنت اللي بتقرر، المشاهد هو اللي بيقرر مين لازم يتحاسب. وهيدا شيء جديد علينا، حبيت وحبيت دور ورد الخال كتير وبهنيها. عن جد صدقناها وعن جد كرهناها وعن جد هي جريئة تلعب هيدا الدور. وما تخبي عنك أصعب شي بحياتي كنتي.